الدفاعات هذا الصباح المميز والجميل هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التميز من خلال 16 شوطا توزعت ما بين الأبكار والجعدان المحليات والمهجنات الأصايل، حيث ننطلق من خلال أول أشواط الإنتاج والمنتجين اندفاعات هذا الصباح عبر قناة ياسر رياضية وقناة دبي ريسينج في هذا الاندفاع القوي وفي هذا التحدي المثير. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام ننطلق مع أول الأشواط ونسير من خلال هذه الاندفاعات وهذا هو اول الاشواط والثنايا ايضا سن الكبار يحلو الرقص دائما مع الكبار في هذه الجائزة الكبيرة جائزة زايد الكبرى. هنا الشاهينية راشد بن صغير بن قنون بن محمد بن يرادة يتقدم على المركز الاول ويقدم لنا هذه الانطلاقة. المركز الثاني هنا كريمة حمد بن خويتم بن بخيت العامري يقدم لنا ريمة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول من دلال سيب بن سعيد بن حضير من الاكتبي يقدم لنا دلال. وصلت الشهامة مبارك بن راشد بن حبال الاكتبي يتقدم من خلال هذا الاسم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك مرفوقة لسالم بن مبارك بضحي بسلوم الاكتبي وصل خذ المركز الخامس، بينما المركز السادس وصلت الشرود فاضل بن سيب بن مبارك المزروعي يتقدم الموج الازرق خذ المركز السادس، بينما المركز السابع في تحدياته سابع المراكز وانطلاقاته المميزة. هنا من يأتي مشاهدين الأعزاء زايد بن محمد بن زايد المنصوري مقدما لنا الشاهينية في هذه الاندفاع القوية، والوصول مع كحيلة لهلال بن يميل بن عبد الله السعيدي القادم من الباطنة والقادم بانطلاقاته كحيلة في هذا الشوط ياخذ المركز الثامن. المركز التاسع هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام العاصفة لمحمد بن راشد بن حضيرم الاكتبي وصل خذ المركز التاسع، بينما المركز العاشر غرام لسعود بن راشد بن سيف الشامسي يتواصل من خلال تواجدي غرام هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام في هذه الانطلاقه وفي هذه التحديات. على المركز ايضا التاسع هناك ايضا المركز العاشر، هذه النتيجه للعشره وهذه المركز العاشر هي غرام بعد العشر المراكز الاولى القادمه بهذه الانطلاقة القادمة بهذه التحديات. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام بانطلاقة أول أشواط الانتاج والمنتجين أول أشواط الثنايا هنا في 29 من شهر نوفمبر لعام 2022 للميلاد، هذا هو اليوم الخامس من أيام هذه الجائزة، حيث ننطلق من خلال أول 6 أشواط خاصة بأيضا الانتاج والمنتجين واستكمالا للعشرة الأشواط الأخرى ضمن أشواطنا المفتوحة. أعود إلى المقدمة، أعود إلى الشاهينية على الصدارة اللي راشد بن صغير بن قنون بن محمد بن يرادة، هناك من يأتي بالمركز الأول والصدارة الأولى مقدما لنا هذه الانطلاقة على المركز الأول وعلى الصدارة الأولى وعلى مقدمة هذا الشوط. يتقدم أيضا شعار الشاهينية من خلال هذا الاسم، بينما المركز الثاني هذه الشهامة مبارك بن راشد بن حبالة الاكتبي يقدم لنا الشهامة على المركز الثاني، بينما نقلتنا إلى الشرود فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي تقدم ليقدم لنا الشرود خذت المركز الثالث. المركز الرابع هناك دلال سيف بن سعيد بن حضيرم الاكتبي يقدم لنا دلال، ولكن الشاهينية تدخلت لزايد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا الشاهينية في هذه الانطلاقة القوية والعملاقة، بينما هناك الوصول من خلال كحيل هلال بن يميل بن عبد الله السعيدي وصل في هذه اللحظات خذ المركز السادس. المركز السابع القدوم من غرام سعود بن راشد بن سيف الشامسي خذت المركز السادس. المركز السابع هنا الوصول في سابع المراكز، هذه القادمة ايضا مرفوقة لسالم بن مبارك بن ضحي بن سلوم ايضا الاكتبي يتقدم مع هذا الاسم، ولكن شوف الوصول وصلت زعفرانة ناصر بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي يقدم لنا زعفرانة يتقدم من خلال هذا الانتاج الفاخر.
ولكن وصلت مساندة من محمد بن عبد الله بالكيلة العامري، وصل العامري ليتقدم هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام. الذيب العيد بخلفان بن محمد بخلفان الغفلي يتقدم من خلال هذا الاسم. القدوم الاخر من عوايد لمحمد بن سلطان بن مرخان، وصلت عوايد في هذا الشوط. الانتاج والمنتجين يتقدم ايضا شعار بن سلطان، من تألق في ايضا سن الصغار اليوم بداية سن الكبار. الثنايا والحول هنا من خلال هذه الجائزة اليوم ايضا خاصة بفئة الثنايا. يوم الغد هناك فئة الحول والزمول، ودائما الرقص يحلو مع الكبار. الوصول من الغزيل لسيف بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي وصل في هذه اللحظات. هذه النتيجة، نعود إلى الصدارة الأولى، نعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة والمركز الأول. الصدارة هناك مع الشرود. فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي يتقدم مع المركز الأول، يسير إلى الصدارة الأولى، يأتي مع مقدمة هذا الشوط ليتقدم الموج الأزرق على المركز الأول. وصل الإعصار ليقدم لنا انطلاقة الشاهينية. زايد بن محمد بن زايد المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية بتقدم هناك راشد بن صغير بن كنون بن محمد بن يرادة، وصل في المركز الثالث. المركز الرابع غرام، تدخلت غرام هنا أيضا. سعود بن راشد بن سيف الشامسي خذ المركز الرابع. المركز الخامس مساندة محمد بن عبد الله بالكيلة العامري، وصل مع مساندة في هذا الشوط. الوصول الله يا المركز الخامس. المركز السادس هناك تقدم ايضا، تقدمت عوايد. عوايد يا عوايد، وايضا شعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع هذا الاسم، اسم عوايد، وصاحبة العوايد ايضا هذا الاسم. هناك من خلال هذا التواجد وشعار محمد بن سلطان بن مرخان يتقدم ايضا بدر بن علي العويسي، احد شبابنا المبدعين والمضمرين بالفعل، يقدم عوايد هذا الاسم التاريخي الذي سجل من الانجازات الكثيرة مع شعار ابو سلطان. اسم عوايد ايضا وانتاجها الان على ارضية الميدان يتواجد، ولكن الوصول من الغزيل سيف بن حمد بن حميد راعق حير الدرعي، والدخول من العاصفة لمحمد بن راشد بن حضير ملك تبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. الاسماء بدأت تقترب من الألف والمئتين، ولكن الشرود، الموج الأزرق، الموج الأزرق، الموج الأزرق، والإعصار على مقدمة هذا الشوط. يتقدم فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي على المركز الأول مع الشرود. الشاهينية تتقدم لزايد بن محمد بن زايد المنصوري. المنصوري يتقدم على المركز الثاني. دخلنا الغلاف الجوي للكيلو المثير، للكيلو الخطير. وصلت في هذه اللحظات مساندة محمد بن عبد الله بالكيلة العامري، بدأ يقدم لنا مساندة بهذه المساندة الرائعة والجميلة. بينما هناك وصول من الشاهينية، راشد بن صغير بن كنون بن يرادة على المركز الرابع. المركز الخامس عوايد لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم من خلال تواجد عوايد. منطقة الأعلام، منطقة الأعلام وجولة الأوامر. الله 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 الله، بن حضيرم يقدم لنا العاصفة محمد بن راشد بن حضيرم، ولكن الشرود على الصدارة، الشرود على المركز الاول. وصلت عوايد، وصلت عوايد محمد وسلطان بن مرخان. ال 500 متر الاخيره، الامتار الاخيره، الشرود على المركز الاول على الصداره الاولى. فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي يتقدم في المركز الاول. هنا ايضا اللي هي عوايد محمد وسلطان بن مرخان، هناك يتقدم الموج الازرق، ولكن الصعب، الصعب، الصعب مع عوايد على المركز الاول. عوايد بدات تغير الصداره والمركز الاول. محمد وسلطان بن مرخان، عادت الشرود مرة أخرى ليتقدم شعار بن فاضل. هناك من خلال أيضا يتقدم فاضل بن سيف بن مبارك المزروعي. الله 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 الله، الموج الأزرق، الموج الأزرق، إلى سويحان، إلى سويحان، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت في عوايد محمد وسلطان بن مرخان. المركز الثالث كان الدخول ما بين مساندة محمد بن عبد الله بالكيل العامري وما بين أيضا العاصفة لمحمد بن راشد بن حضير الملك تبي. المركز الخامس تدخلت الغزية لسيف بن حمد بن حميد الدرعي، تهانينا وناموس. إذن الشرود لفاضل بن سيف بن مبارك المزروعي توجت بأول أشواط الإنتاج في سن الكبار. يتواجد أيضا تهانينا
لفاضل بسيب بن مبارك المزروعي، وتهانينا لسيب بن مبارك ايضا المزروعي على هذا الفوز، على فوز الشرود لتهدي ابناء سويحان هذا الانتصار الاول في سن الكبار، حيث قطعت مسافة السباق في 9 دقائق 21 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني كان الدخول من عوايد لمحمد بن سلطان بن مرخان ب 9 دقائق 22 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان على فوز عوايد بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث كان الوصول ايضا والدخول الجميل ما بين هذه الاسماء، ولكن شعار بالكيلة 9 دقائق 24 ثانية و6 أجزاء من الثانية، مساندة لمحمد بن عبد الله بالكيلة العامري. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء اينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واسعد الله صباحكم دائما.